السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدد الجيش المصري يبلغ مجموع الأفراد العسكريين في الجيش المصري حوالي 920 ألف شخص، ومن الجدير بالذكر أن عدد الجنود العاملين المستعدين للقتال هو تقريبا نصف مليون شخص، في حين يبلغ عدد الجنود الاحتياطيين أيضا أي ما يقارب 480 ألف جيش أو شخص. ويعد الجيش المصري من أقوى الجيوش في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى أنه الأقوى عربيا وإفريقيا، ويحتل المرتبة 12 عالميا. وأيضا يعتمد تصنيف مدى القوة العسكرية للدول على تنوع الأسلحة وعدد الجنود والموقع الجغرافي واللوجستية الإدارية، وأيضا وفرة الموارد الطبيعية وحسن استخدامها وإدارتها الصحيحة، وأيضا الصناعة المحلية والاقتصاد. ومن الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي للأسلحة لا يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييمات التي تحدث بين دول العالم. إلى اللقاء.